مرحبا، كيفكم؟ وهي انا جات لكم بفيديو جديد. هلا كل الكومنتات رح تكون ساري قصتي شعرك، ساري قصتي شعرك. لا هي بس انا ما رجعته لورا. اذا انت شخص كتير تعبت من قصص الكورونا اللي عم تطلع هلا، وكل الناس عم تحكي كورونا والفيروس وابصر شو، حابب انك تغير شوية جو، فهذا الفيديو هو الفيديو المناسب لانه رح اعطيكم اليوم 5 افضل افلام انا حضرتها. فاللي رح نعمله انه رح احكي لكم اسم الفيلم وزي اوضح لكم شوي عن هذا الفيلم، واحكي لكم عن قصته، وكمان رح اترك لكم الاعلان الترويجي او التريلر تبع الفيلم بالديسكربشن بوكس او بصندوق الوصف تحت. قبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسوا انكم تشتركوا في القناه بكبس على زر سبسكرايب، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي لانه كثير عم بصير اكتف هاي الفتره على هدول المواقع، خصوصا انستغرام وتيك توك وسناب شات، يعني بسحب عليه كثير. حطوا لايك الفيديو اذا حابين نعملكم جزء ثاني عن المسلسلات، يعني هلا افلام بعدين بعملكم مسلسلات. اما هلا خلونا نبلش بالفيديو. اول فيلم اللي هو Miracle in Cell Number 7 او معجزة في الزنزانة رقم 7، هو فيلم تركي للممثل أراس. ما بعرف اذا بتعرفوا، مثل بإتشاردة في الداخل ومثل في شكور في الحفرة كان يماتش. طبعا غير اني انا بموت على الممثل، يعني كله هو نفسه بموت عليه. الفيلم بيسطل، انا حضرته لسه تازه يعني جديد لي مش كم يوم يعني. فقصة هذا الفيلم بالمختصر انه الاب اللي هو أراس عنده بيكون بنت صغيره اسمها اوفا. طبعا هو بيكون عنده مشاكل عقليه، انه زي يعتبر مجنون، بس مش انه يعني هون يوك. فبتصير كم مشكله وبصير مسجون، وبيكون لازم يثبت براءته تهمه قتل بنت القائد تبع القريه تبعته او الكومطان او كمان something like that. وبتدور أحداث كتير وحتبكوا كتير وحتروح ألتار لترات كتير من الدموع على هذا الفيلم. تاني فيلم واللي هو Murder Mystery، هذا الفيلم عكسه تماما، ده كتير بحزن وهذا كتير بضحك. طبعا Murder Mystery فيلم أجنبي أو أمريكي، بيحكي عن الشرطي واللي هو آدم ساندلر، بيكون مع مرته اللي هي جينيفر أنستون بزي شهر عسل كتير متأخر، بيكون بجوز بعد 10 سنين من زواجهم. بتطور الأحداث بشكل معين وبيشهدوا على حادثة قتل بتصير بيخت واحد بليونير. طبعا هاي الحادثة بتصير لما يكون الكل موجود في هاليخت وبتسكر الاضواء وبينقتل واحد، فبلشوا الناس يشكوا في ناس كثيره، واولهم اللي هو الشرطي ومرته لانه هم الوحيدين الغرباء كانوا في اليخت، اما البقيه كلهم اقارب. اللي بيصير انهم ببلشوا يحاولوا يدوروا ويحلوا مشكله هالجريمه اللي صارت باليخت، ورح تصير كثير احداث بتضحك وكثير هيك بخليكم الاشي تفكروه. ما بعرف هيك حبيت الفيلم كثير، انصحكم تحضروه. الفيلم الثالث واللي هو 5 feet apart، هذا الفيلم رومانسي على بحزن شوي كتير كتير كتير. بيكون في بنت مريضة بمرض اسمه سيستيك فايبروسيس او التليف الكيسي. هذا المرض بيصيب الجهاز التنفسي وبخلي المريض كتير مناعته قليلة، فانه اي اشي بتعرض له ممكن انه يسبب لا يعني تقريبا موته. بيجي بيوم من الايام شاب على هاي المستشفى من نفس عمر البنت، بيكون عمرهم تقريبا 17 سنة هيك اشي. وبيكون هالشاب كتير فاقد الامل من انه يتعالج، هو اصلا ما كان حابب يفوت على المستشفى حتى، فما كان كتير يركز على ادويته ولا هاي الاشياء. بتصير البنت هاي تساعده بهدول القصص، مثلا تعمل له جدول عشان ادويته ياخذها وترن عليه وهيك اشياء. فبتتطور الاحداث وبصيروا يحبوا بعض، بس وين المشكلة؟ هدول المريضين لازم يضلهم بعاد عن بعض 6 اقدام، لانه في شغلة انه بينقلوا لبعض بكتيريا، واذا انتقلت راح يتسببوا لموت الاثنين، فلازم يضلهم بعاد عن بعض. فالبنت بتقرر بيوم من الايام انها تتحدى المرض وتقلل عدد الأقدام اللي لازم يضلهم بعاد عن بعض منها لخمسة، فمش هيك صار اسمه 5 feet apart. ويعني بتصير أحداثات وهيكات وأشياءات ورح تعيطوا. بس والله ما بعرف ايش أفلامي كلياتها بتحزن، يعني مو أنا كئيبة ولا ايش فيه مازا. الفيلم رقم 4 هو فيلم تركي اسمه ديلي بال أو زهرة الغابة، وبيمثل فيه أو بطله شتاي. شتاي أنا كتير بحبه كمان لأنه هو كمان مثل بإتشاردة بالمد والجزء، ومثل بذا بروتكتور، وفي كتير أعمال إله، وجد شاطر بالتمثيل هالإنسان. قصة الفيلم بيكون هذا الشاب واللي هو شتاي بيغني وصوته حلو بيعزف وهيك، بيلتقى بالصدفة ببنت وكتير بيحبها من أول نظرة، يعني بصير يحس إنه هو يعني هاي حبيبته لازم تكون وهيك. بس هاي البنت بيكون أبوها كتير شديد عليها بخصوص الدراسة
وكتير بده اياها تكون بيرفكت ولازم تطلع الاولى عشان يجيب لهم مصاري وقصص هيك. فابوها رافض فكره انها تتزوج وانها يعني تعمل حياه، بس بده اياها تدرس. بعدين ببطل يشوفها ابدا وبيصير يحاول يدور على اثر إلها لحد ما بالصدفه لقاها، فبيتعرف عليها لحد ما تصير هي كمان تحبه، كتير تحبه، ويتزوجوا وكل شيء تمام. بصير الشاب عنده مرض نفسي، وبصير هذا المرض كتير ياثر عليه ولدرجه انه بصير يؤذي ناس بحبهم. بلش يلاحظ هذا الاشي فقرر انه يتخذ اجراء معين، مش لازم احكي لكم اياه لانه لازم تحضروا، واذا حكيت لكم اياه بنحرق الفيلم. المهم الفيلم كتير حلو وكمان رح تبكوا كتير فيه وبس. الفيلم رقم 5 اسمه وندر، بيحكي عن ولد صغير انولد بتشوهات خلقية، حاولوا انه اهله يضبطوا شكله بالعمليات وهيك اشي لحد ما وصل شكله لهذا الشكل. هذا الولد من هو صغير هو بيتعلم او بياخد مدرسة بيتية، يعني ما عمره طلع قدام الناس او انه درس ببوبليك سكول. اللي بيصير انه على صف خامس ببلش يداوم بمدرسة بوبليك او بمدرسة عامة وبيختلط مع كتير طلاب. بلش هون الاحداث انه بيصير يحاول يعمل اصدقاء وانه يواجه التنمر اللي بيصير على شكله. صراحة هالفيلم كتير حلو كتير كيوت، انصحكم تحضروه. بعرف انه انتو رح تفكروا هلا خلص الفيديو، بس لا، انا جبت لكم فيلم اخير رح احكي عنه اضافي. يعني هو فيلم شوي قديم بس انا جد كتير بحبه لزاك افرون، اسمه 17 again. القصة وما فيها انه في زلمة عمره 40 سنة بيوم من الايام بتمنى انه يرجع لحياته اللي كانت بالهاي سكول او لما كان عمره 17 سنة، وبالفعل هذا اللي بيصير لما يصحى من النوم. بيصحى من النوم بلاقي حاله بجسم وبشكل اللي كان عليه لما كان عمره 17 سنة، بس فعليا روحه هي نفس روحه وعمره 40 سنة. فهو بيكون متجوز بنت حبها بعمر 17، وكمان عنده بنت وولد، واحدة عمرها 17 وواحد عمره بجوز 15 هيك شيء. فبصير يداوم مع ولاده بنفس المدرسة، وبصير في كثير احداث حلوة، وبعدين ببين لك انه هو صار يفهم ولاده لانه هو جرب يعيش معهم اكثر، وبتنحل مشاكله اللي كانت لما كان عمره 40 لما ندم وصار يحاول انه يرجع لعمر 17. قصة طويلة بس انه كتير كتير حلو الفيلم. وبس والله هاي كانت نهاية فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بقناتي، واكيد لا تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات تيك توك. وبس بحبكم كتير 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 كتير، وان شاء الله بتشوفوني بالفيديو الجاي. احكوا لي اذا بدكم جزء تاني لمسلسلات. بس باي باي.